شهد الأطلس المتوسط عموما وإقليم خنيفرة خصوصا فصل شتاء قاس بامتياز، حيث شهدت هذه المناطق تساقطات ثلجية ومطرية استثنائية لم تعرف المنطقة مثيلا لها منذ ثمانينيات القرن الماضي. هذه التساقطات الثلجية والمطرية الاستثنائية أثرت على الساكنة بفعل حصار الثلوج والانخفاض الشديد لدرجة الحرارة الذي امتد لأسابيع. واستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الساكنة وفي إطار التضامن مع ساكنة الإقليم، بادر المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي لتنظيم قافلة تضامنية مع ساكنة منطقة ويوان بإقليم خنيفرة. فبعد عملية التنسيق مع جمعية الياقوت الخيرية بخريبكا التي تكلفت بجمع كمية كبيرة من الألبسة في حالة جيدة، قام المتطوعون بالهلال الأحمر المغربي بعملية فرز وترتيب الألبسة. الوجهة منطقة ويوان، وبالضبط المدرسة الجماعاتية لويوان. الرحلة امتدت لساعتين عبر طرق جبلية وعرة ومنعرجات حادة، مروراً عبر منابع أم الربيع. القافلة التضامنية تخلل نشاط لفحص داء السكري لفائدة تلاميذ المدرسة، أشرفت عليها المنسقة الإقليمية للهلال الأحمر بخنيفرة حفيظة الشهاني. عملية التوزيع تمت في جو تضامني وأخوي، تقاسم خلاله متطوعو الهلال الأحمر المغربي مع تلاميذ المنطقة جزءاً من معاناتهم مع قساوة البرد. العملية استفاد منها 103 من التلاميذ ومرت بأجواء جيدة. طبعا الأنشطة التي يقوم بها المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي فهي أنشطة كتكون مبرمجة طيلة السنة، إلا أن هذا النشاط الذي يأتي اليوم فهو جاء بعد كما قلت الفترة الاستثنائية والحالة الخاصة التي عرفها الإقليم، فترة التساقطات الثلجية والمطرية الاستثنائية وموجة البرد القاسية التي شهدتها المنطقة، وبالتالي جاءت هذه الحملة وهذه القافلة التضامنية من أجل التضامن مع إخواننا القاطنين بهذه المنطقة الصعبة الوعرة. الشكر الجزيل للإخوان بمدينة خريبكا الممثلين ديال جمعية الياقوت الخيرية الذين تكفلوا بعملية جمع وإرسال هذه الألبسة للإخوان المتطوعين المشكورين على العملية التطوع ديالهم والمجهودات الجبارة اللي قاموا بها في هذه العملية هذه، في نبذ كامل ونكران للذات لا من خلال عملية ترتيب الأمتعة والألبسة ولا من خلال عملية تنقل والوصول وتوزيع هذه الألبسة على الإخوان ديالنا هنا بمنطقة ويوان. طبعا نشكر السلطات المحلية ممثلة في عام الإقليم اللي رخص لهذه العملية وقام أيضا بإرسال السلطات في إطار عملية الدعم، ونشكر أيضا وزارة التعليم ممثلا في نيابة التعليم اللي ساندتنا من خلال الأطر ديالها اللي تواجدين اليوم في مجموعة المدارس ويوان، ونشكر كل من ساهم من بعيد وقريب في هذه العملية، والدعوة لكافة الإخوان بجمعيات المجتمع المدني بإقليم خنيفرة من أجل التضامن ومع الإخوان ديالهم في منطقة إقليم خنيفرة بعد هذه الفترة البرد الاستثنائية والصعبة، وشكرا. براءة هؤلاء الأطفال وحبهم لوطنهم جعلهم يقاومون البرد والفقر والتهميش بمنطقتهم أملا في غد أفضل.